فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إن هذه الأمة مطالبة بمراجعة كل التحالفات الدولية والاتفاقات التي تعهدت بها لكي تحسم أمرها، فقد وضح الصبح لذي عينين، فإن أعداء الله تعالى لا يرقبون في مؤمن ولا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ها هم يقتلون الأطفال وينكلون بالأبرياء ويحتلون الأرض وينتهكون العرض ويتمنون بل يقومون بمحاولة إخراج المؤمنين من إيمانهم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. بل يقول المولى سبحانه: ودوا ما عنتم قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهؤلاء يعلنونها حربا على الإسلام ويرفعون شعار الصهيونية البغيض ويتنادون من كل حدب وصوب لاحتلال أرض الإسلام وانتهاك مقدساته ونهب خيراته. فإن لم يكن هذا دافعا لنا جميعا لنستيقظ من غفلتنا فإن الدور مقبل علينا. إن هؤلاء لا يقفون عند حد، فسيمضون لبناء دولتهم المزعومة ليس من البحر إلى النهر ولا من النيل إلى الفرات، ولكن من المحيط إلى الخليج. وقد أعذر من أنذر. إن هؤلاء قد وصلوا قريبا منا وقد دخلوا بلادنا هنا، وباستعمال وثائق رسمية لبلاد مجاورة أصبحوا يمتلكون الأراضي ويفتحون الحسابات ويتداخلون مع الناس، فالخطر محدق. فإن لم ننتبه من غفلتنا فإننا سنؤكل كما أكل غيرنا، وسنشرد كما شرد غيرنا. بل هؤلاء الغير هم إخوتنا، نحن منا ونحن منهم، نحن منا وهم منا، لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. وصدق أبو مسلم رحمه الله تعالى حين قال: حتى على الموت الزؤام نومكم، وليته موت على حفظ الحمى، تحكموا في ملككم ورزقكم، وكبسوا البير وقطعوا الرشا، وضايقوا ومنوا عليكم، قد استباحوا حرمات دينكم، ومنعوا الأرض الحياة والحياء، تحكموا في ملككم ورزقكم، وكبسوا البير وقطعوا الرشا، منوا عليكم بغذاء طفلكم وحسوة الماء ونفحة الصبا، وضايقوكم في بلاد ربكم حتى على مدفن ميت في الثرى، وأزعجوكم في ظلال ريفكم، وليتكم لم تزعجوا عن الفلا. إلى أن قال في بعض هذا: غصة لعاقل لو رجعت أفكارنا إلى النهى، يقعد يشكو بعضنا لبعضنا، وما مفاد من شكى ومن بكى، يسومنا الخسف خسيس ناقص، لا دين لا حكمة لا فضل ولا. ويقول: أليس عارا أن نعيش أمة، أليس عارا أن نعيش أمة، أو قال: أليس عارا أن نكون أمة مثل اللقاء أو غرضا لمن رمى، يلفنا الخزي إلى أوكاره، ويحكم النذل علينا ما يرى. فعلينا أن ننتبه. والحمد لله بدأت السفينة تتهيأ للإبحار لأجل الوصول إلى بر الأمان بهذه الطليعة من حفظة كتاب الله عز وجل. فإن رأس الأمر ومعقل العز هو كتاب الله سبحانه وتعالى، علينا أن نتدبره وأن نحفظه وأن نعمل به.
وأن نتدارسه وأن نجعله مصدر انطلاقنا لكل خير، فهو أصل كل هداية ومنبع كل فضيلة. فلذا لو سرنا على هذا النحو فإن الله تعالى سيكتب لنا النصر والتمكين.